بسم الله الرحمن الرحيم. external carotid artery زي ما احنا عارفين external carotid artery وضعه ايه بالنسبه للكاروتيد شيس؟ outside the carotid شيس. external carotid artery begin as one two terminal branches of common carotid at the level of the upper border of thyroid cartilage. الاكسام كروت ارتر يا جماعه اسند فيرتيكالي في النك، وعلى فكره هو اسند فيرتيكالي في النك بيكون ديب العضله اللي معديه هنا اهو، مين العضله اللي معديه هنا يا جماعه؟ ديب تو ذا انجل اوف ذا ماندبل، دي البوستيريور فيلي اوف ذا جاست، بيطلع فيرتيكالي في النك هيقابل هنا الجلاند الشهيه اللي هيفرم البوستروميديان اسبكت بتاعها الا وهي ال باروتيد سليبري جلاند. اسند انسايد ذا باروتيد سليبري جلاند لحد بيهايند ذا نيك اوف ذا ماندبول. بيهايند ذا نيك اوف ذا ماندبول دي هتكون نهايه الاكسترنال كاروتيد انسايد ذا باروتيد سليبري جلاند. بينتهي بان هو بيتفرع عليها سوبرفيشال تيمبرال ارتري اند ماجزيلاري ارتري. الاكسترنال كاروتيد تحس ان هو بقى بره كاروتيد تشيس، يبقى هيطلع برانشز ولا لا؟ هيطلع برانشز. بيتقسم البرانش بتاعته لبرانشز طالعه من الانتيريور اسبكت، برانشز طالعه من البوستيريور اسبكت، برانشز طالعه من الميديال اسبكت. نيجي مين الاول؟ برانشز فروم ذا انتيريور اسبكت. ثلاثه انت عارفهم واشهر من بعض، هشاور لك بس عليهم وانت تقول لي اسمهم ايه. اول برانش بيطلع من الانتيور اسبكت نازل تحت عشان يخش السوبيرور بول اوف ذا لاترال لوب اوف ثايرويد جلاند، يبقى ده البرانش اللي اسمه ايه؟ سوبيرور ثايرويد ارت. بعد كده تورشوس ارت يخش ديب تو ذا هاي بروسس. مين يا جماعه الارض اللي خدتوه؟ بيبقى ديب تو هاي بروسس. ورايح للتنج يبقى لينجوال ارض. بعد كده مين الارض الامور ده؟ اللي بيعمل بروفنج للبصير اند اوف صب مانديبولا سليبر جلاند، وبعدين يخش يفصل ما بين السوبرفيشال بارت اوف صب مانديبولا والمانديبولا. بعد كده يعمل كيرفنج على اللور بوردر اوف ذا مانديبولا عشان يخش يغذي الفيس ويبقى ذا مين ارتيريال سبلاي اوف ذا فيس. طبعا هذه المواصفات اكيد ال فيشيال ارتري. فمن قدام ثلاثه ارتريز اشهر من بعض، سوبيرو ثايرويد لينجوال فيشيال. من البوستيريور اسبكت كلكم خدتوا قبل كده السكال، والبوستيريور برضه سكال يا جماعه سبلاي بتو ارتريز طالعين من الاكسترنال كاروتيد. مين التو ارتريز دول بقى؟ اول واحد اللي ماشي ورا ودنا، لا طبعا دي ودنا دي الاكسترنال اوديتوري ميتس، وطبعا راكب عليها مين؟ الاوريكل. فده بقى الارتري بيهايند ذا اوريكل which is called posterior auricular artery. ده الارتري الاكبر منه العظيم ده هو اللي ماشي عشان يمشي على الميديال اسبكت اوف ماستويد بروسيس، وعن الحفره بنسميها باسم وعن ميديا لازم تبقى مصدر بروسيس اسمها اوكسيبيتال جروف اللي طلع على الاوكسيبيتال بون اهو بيغذي البوستير بارت اوف سكال. وعشان المواصفات دي يبقى ده الارتر اللي اسمه ماشي على الاوكسيبيتال بون، يبقى لازم اوكسيبيتال ارتر، ويبقى بوستير ازمه اوكسيبيتال كاروت طالع منه بوستير ريجولار اند اوكسيبيتال. من الميديال اسبكت اوف اكسترنال كاروتيد
الفارس. طب ايه دي الجماعه كاروسس دول؟ الفارس. يبقى لازم اكيد هيطلع على الاكسترنال كاروسس مين؟ ascending لانه طالع لفوق. طالع على الوول اوف ذا فارس. فعشان هو طالع على الوول اوف ذا فارس يبقى اسمه ascending pharyngeal artery. طبعا هو مش مظبوط كده. ده ascending pharyngeal ده طالع على فوق على فوق على فوق على فوق على فوق. لحد ما يوصل يغسل بلاتاين تونسل ويغسل كمان فوقيها السوفت بلد. ماشي؟ يبقى البدايه بتاعت الاكسترنال كاروتيد كان 1 اوف 2 تيرمينال برانشز اوف كومن كاروتيد ات ذا ليفل اوف ابر بوردر اوف سيرويد كاروتيد اسند ابورد اوت سايد ذا كاروتيد تشيز. عمل بيرسينج للبوستر ميديال سيرفيس اوف ذا كاروتيد. باش عمل سايد ذا كاروتيد سيرفيس جلاند. وان سايد ذا كاروتيد سيرفيس جلاند هتكون نهايه ان بيهايند نيكلز اند بنوبتي سوبرفيشال تيمبرال اند ماكسيلال. البرانش بتاعته فروم ذا انتيريور اسبكت سوبيرو سيرويد لينجوال فيشال بوستيريور اسبكت بوستيريو ريجولار اند اوكسيبيتال ميديال اسبكت اسندنج فارينجيال. الكومن كاروتيد اللي فات والاكسترنال كاروتيد ده هو الباص بتاعه بيتحس ولا ما بيتحسش؟ الاثنين يا جماعه بيتحسوا على الانتيرور بوردر اوف ستيرن ماستويد. اعمل بس ايدي كده على الانتيرور بوردر اوف ستيرن ماستويد هتلاقي فيه باص. الباص ده كومان كاروتيد ولا اكسترنال كاروتيد؟ حسب انت حاطط ايه؟ بيلوز ليفل اوف ذا ابر بوردر اوف سيرويد كارتريج يبقى انت بتحس مين؟ الكومن. Above the level of the upper border of thyroid cartilage يبقى انت بتحس الاكسترنال كاروتيد. فبوث كومن كاروتيد اند اكسترنال كاروتيد بيتحسوا الاثنين على الانتيرور border of sternostoid. بس بقى الليفل بيلوز ليفل اوف ثيرويد كارتريج اكيد انت بتحس الكومن كاروتيد بالسيشن. Above this level يبقى انت بتحس الاكسترنال كاروتيد بالسيشن. مشهور قوي سؤال الشافعي يا جماعه اللي احنا بنساله لكم في الجراحه وانت بتحس الكومن كاروتيد. الكومن كاروتيد وانت بتحسه بتحسه على ايه؟ لازم على بوم. مين البوم بحس يا جماعه الكومن كاروتيد بالسيشن على الانتيريور تيوبريكل اوف سي 6. على فكره يا جماعه الانتيريور تيوبريكل اوف سي 6 ده هو البرومينانت اوت. وعشان بيتحس عليه كومن كاروتيد بالسيشن بيتقال عليه كاروتيد تيوبريكل. ما تبرقوليش. من مواصفات الترانسفيرس بروسيس اللي انتوا خدتوها قبل كده في السيرفايكال فيرتيبرا. ايه المواتو فيتشرز الاساسيين قوي للترانسفيرس بروسيس بتاع السيرفايكال فيرتيبرا؟ اللي فيه فورم الترانسفيرسال. صح؟ وليه انتيريور تيوبريكل وبوستيريور تيوبريكل؟ فالانتيرو تيوبريكل ده اللي انت بتحس عليه اوف سي 6 ده برومينانت قوي وبتحس عليه كومان كاروت بالسيشن فسموه كاروتيد تيوبريكل. ماشي؟ ويبقى يا جماعه بالنسبه للاكسترنال كاروتيد ارت.